شباب لا أعرف كيف، لكن هذا الموعد لن يكون. إلى ماذا تنظرون؟ ستساعدونني لإفساد هذا الموعد. ديما لا أريد التدخل في علاقة ديانا ولاعب السلة. متأكد أن ديانا ستندم لأنها أحبت ذاك اللاعب. اكتشفت الكثير عنه، إنه ليس شخصا جيدا. ديما تمهل، ديانا ستذهب لذاك الموعد بالتأكيد. أجل ديما فقد وافقت. اسمعوا بنات اصمتوا قليلا، أنتم دائما تتدخلون في أمور لا تعنيكم أبدا. نيا نيا نيا، ديما أنت الخاسر حتما. أوه مرحبا شباب، هل رن الجرس؟ رنا منذ مدة، أين كنت ديانا؟ ديما لا تتحدث معي هكذا أرجوك. بنات هل أحضرتموها؟ نسينا. طبعا بنات كيف نسيتم؟ لا أستطيع الذهاب للموعد هكذا، لقد خذلتموني. لا أفهم ما الذي نسوا إحضاره. بنات ما الذي نسيتموه؟ كفى ديانا إهدائي، خذي لقد استعرته من أختي. أنا أيضا أحضرته كما وعدتك. طبعا بنات لقد أخفتموني، خذي ديانا. سأجربه الآن. بنات ما رأيكم؟ فظيع، يمكنك ارتداء هذا في السيرك. ديما دعني أقرر هذا بنفسي. جيجي شكرا لأنك أحضرتي، لكنه قصير جدا، لا أستطيع الذهاب هكذا للموعد. حسنا جولي أريني ما الذي أحضرته. خذي ديانا جربيه. أها شكرا. أوه إنه أحمر، ستايل بدوي. أنا أحب الفتيات باللون الأحمر. ديانا لقد فقدت ذوقك تماما. ديما كفى، هذا الفستان رائع جدا. جولي هل أنت متأكدة من أنه فستان أختك المفضل؟ ديانا لم أفهم، كنت أحمل هذا الكيس وأنت لم تحبي الفستان. إنه فستان أختي المفضل. بالمناسبة انظري هناك أيضا حقيبة. أوه جولي لا أعلم، أنا لا أحب اللون الأحمر كثيرا. حسنا لنلقي نظرة على الحقيبة. جولي هل أنت جادة؟ هذه هي الحقيبة؟ أخبريني كم يبلغ عمر أختك؟ إنها في التاسعة. جولي هل أنت جادة؟ أنا لدي موعد مع لاعب كرة السلة من الفصل الحادي عشر، وأنت تحضرين لي فستانا وحقيبة أختك ذات 9 سنوات؟ بنات أنا مصدومة، لقد خذلتموني. ماذا سأرتدي في الموعد؟ هل أذهب بهذا الشكل؟ ديانا أستطيع مساعدتك، لن تذهبي لأي مكان بكل تأكيد. واضح ديما. أهلا كاتيا، مرحبا. حسنا لدي مشكلة، أنا بحاجة لمساعدتك. حسنا أيمكنك الذهاب لمنزلي وتطلبي من أمي بأن ترسل لي مع سيارة أجرة؟ بلوزة الكريستالية السوداء تلك. أجل والجينز الأسود، أريدها أن ترسلهم لي بسيارة أجرة. حدثت لي مشكلة، البنات أحضروني فساتين لكنها لم تناسبني وأنا لدي موعد. حسنا شكرا لك. شباب توقفوا لنتصالح، هل ستظلون تنظرون لي هكذا؟ لا أحد يريد مصالحتك. ألم تنجحي مع لعيب السلة والآن تذكرت أصدقائك؟ لم تعودي في عصابتنا. أرتي ماذا عنك؟ ماذا عني؟ أنا أواعد فتاة أخرى، لا أهتم لأمرك. أتعلم ماذا؟ وأنا لا أهتم لأمرك، سئمت منك. هيا انقلعي ولا تعودي مجددا. ديانا أيمكنني التحدث معك؟ أوه أتت مجددا، اذهبي للعب كرة السلة ولا تعودي هنا. بالطبع يانا، لكن أسرعي. ماذا ديانا، هل لديك موعد مع لعب كرة السلة؟ أجل يانا لدي، ألست أنت كذلك مع بروفاستي؟ لا إنني أراسله لكنه لا يجيب، ولدي مشاكل في الفصل، لا أحد يتحدث معي. تبا هذا محزن جدا. ديانا تحدثي مع سمايلك لكي يتحدث مع بروفاستي عني، يمكننا عندها الخروج معا في موعد ونتسلى معا. تبا هذا أول موعد لي مع سمايلك. حسنا سأتحدث معه لأجلك وأطلب منه أن يتحدث مع بروفاستي عنك. أوه ديانا شكرا لك، أريد الخروج في موعد معا، وهؤلاء لا يتحدثون معي نهائيا. يانا إنني أفهمك، نصف فصلي يكرهني، ماذا يمكننا أن نفعل؟ إنها الغيرة. حسنا حظا موافقة، لا تنسى أن تتحدثي مع سمايلك عني. سأذهب للفصل. شكرا سأخبرك بكل شيء. أجل أخبريني. وداعا وداعا. تبا البطارية نفذت، أعطني هاتفك، أريد أن أتصل بخدمة التوصيل وأطلب هدية. خذ. أي خدمة توصيل؟ أي هدية؟ لم تخبرني بأي شيء. سأتصل وأخبرك، لدي موعد مع ديانا. أوه هذا مثير للاهتمام. أهلا أجل كاتيا، هل وصلت؟ أنا قادمة.
سبا ديما ستذهب في موعد ملابسها وصلت. شباب ماذا سأفعل؟ ديما لا تتحدث مع ديانا، اذهب واهتم بلاعب كرة السلة. ديما لم أفهم شيئا، ما لما أنت مهووس بديانا؟ ديانا ديانا هناك العديد من الفتيات الجميلات أمامك، أنا على سبيل المثال. أو أنا. لقد كنتم تتشاجرون مع ديانا على لعب كرة السلة والآن تقولون ديما؟ ديما لا تتحدث معهم، اذهب وهاجم لاعب كرة السلة. سنتمنى لك الحظ. حقا ديما اذهب وهاجمه، ألن تذهب معي؟ سأضرب لاعب كرة السلة وسيحصل على كدمة كبيرة. هيا اضربه. ديما ستكون الأروع في المدرسة حتما. صحيح سأذهب. شباب ستذهبون معي؟ لا لا. حسنا سأذهب، سأذهب بمفردي. ديما هيا اذهب. ديما لن نذهب معك. حسنا لا تغار عندما أضرب لاعب كرة السلة وأصبح الأروع في المدرسة. جولي اشرحي لي، لما ديانا أفضل منا؟ لا جيجي، نحن أفضل من ديانا. آها، إذا لما ديما يركض خلف ديانا ولا ينظر لنا نحن؟ آه جيجي، هذا ليس عدلا. جيجي أتريدين أن أركض خلفك؟ حقا آرتيم؟ بالطبع أريد. حسنا سأركض وسأمسكك. جولي أزعجيني أيضا. كيف هذا ليس مسليا؟ الأفضل أن تعطيني وردة. حسنا ديما تستطيع فعلها، تقدم نحوه هكذا وهكذا وبعدها أرسله للمنزل. صحيح لن يكون هناك أي موعد. حسنا أي نوع هذا الموعد؟ إنه موعد عادي فقط. لما ستفعل؟ إنها من الفصل التاسع. لماذا؟ أرأيت عدد متابعيها بالإنستغرام؟ وماذا؟ انتظر يا لاعب السلة سأريك. ماذا، هل رأيت عدد متابعيها على اليوتيوب؟ أوه مثير للاهتمام. وما علاقة الإنستغرام واليوتيوب بالموعد؟ بروفاستي أنت حقا فتى غبي جدا. سمايلك لا أفهم، كنت تريد التخلص منها والآن لديك موعد معها؟ بروفاستي أنت سخيف جدا، انظر لدي خطة. متأكد أن هذا سينجح؟ أحضرت لها هدية، خاتم ألماسي ستحبه كثيرا، بعدها ستواعدني. اشتريت لها خاتما أيضا؟ لم تفهم، إنها خطة، سأبدأ في مواعدتها وهي ستنشرني في كل صفحاتها. حسنا هذه خطة سمايلك، لاعب كرة السلة لن أدعك تفعلها. وماذا ستفعل بعدها؟ بعدها سأصبح مشهورا، وأنت أيضا صديقي ستصبح مشهورا. آه سنلعب كرة السلة. بروفاستي انسى كل ما قلته لك، سأغير ملابسي. هاي سمايلك، لدينا تدريب هذا المساء. حسنا انتهيت. بروفاستي لن آتي للتدريب، لدي موعد. بروفاستي مشهور، يلعب كرة السلة. تبا بنات، كاتيا أحضرت البلوزة الخطأ. حسنا ما رأيكم بمظهري لموعد اليوم؟ ديانا إنه رائع. أوه جميلة جدا. لم يعجبني. أوه كيف، لم أسألك عن رأيك. حسنا بنات سأذهب للموعد، تمنوا لي حظا جيدا ودعا للجميع. حظا موفقا. جولي هل رأيتها؟ ملابسها فظيعة. بنات أنتن حقا منافقات. ديانا أين ديانا؟ ديما كيف؟ ذهبت للموعد. أجل ديما لقد تأخرت. ديما ماذا، هل ضربت لاعب السلة؟ لا كيف، لم أفعل، لكن اكتشفت شيئا سأخبركم لاحقا. الآن علي أن أجد ديانا وأنقذها. لم أفهم، لم يضربه وركض بعيدا. إنه ديما. هيا. إنه هنا. مرحبا، إنك تبدو رائعا. مرحبا وأنت لا تبدين سيئة. حسنا شكرا. خذي هذه إنها هدية لي وفي موعد الأول لي معك. شكرا هذا لطيف جدا. بالمناسبة أريد أن أقول شيئا، يانا طلبت مني بأن أخبرك أن تخبر بروفاسي أن يجيبها ليتواعدوا. إنه موعدنا الأول، دعينا لن نتحدث عنهم. أجل بالطبع، ما هذا؟ افتحي وانظري. بالطبع سأفتح. ما هذا، حلي؟ أجل إنه حلي. إنه خاتم بالألماس. رائع، أعطيه لي سألبسه لك. ديانا انتظري، لا تصدقيه. ماذا؟ ديما ابتعد من هنا، لا تفسد أول موعد رائع لي معه. هاي أنت ابتعد من هنا على الفور. اسمع أنت، لو كنت مكانك حقا لهربت بسرعة كبيرة. حسنا اسمعني يا ديما، ابتعد من هنا على الفور، وإن لم ترغب بذلك فستجبر على الهرب رغم أنفك، لأن صديقي سيقوم بضربك. اسمع أنت، اذهب عند أصدقائك هناك، أنا وديانا معا ابتداء من هذه اللحظة. صحيح؟ أجل صحيح. معا؟ أتعلمين ماذا، إنه ليس كما تظنين، انظري. اشتريت
لها خاتما أيضا؟ لم تفهم إنها خطة، سأبدأ في مواعدتها وهي ستنشرني في كل صفحاتها. وماذا ستفعل بعدها؟ بعدها سأصبح مشهورا، وأنت أيضا صديقي ستصبح مشهورا. ماذا؟ سمايلك، هل ما أراه الآن أمامي حقيقي؟ ديانا إنه مفبرك، إنه يحبك لذا يقوم بأشياء سخيفة. ديما؟ ديانا لقد صورت هذا في الجيم، كان يتحدث مع بروفاستي. ديانا إنه يخدعك. هاي، هل تغار لأنني أعطيتها خاتم ألماس؟ لا لست كذلك. لست كذلك؟ إذن اذهب من هنا وإلا سأتصل بصديقي وستكون في ورطة. سمايلك أخبرني الحقيقة، هل توعدني بسبب شهرتي؟ بالطبع لا، لقد أعجبت بك من أول لقاء. حقا؟ ديانا لا تصدقيه. هل سمعت ديما؟ سمايلك لا يوعدني لأجل شهرتي، لذا اذهب بعيدا ولا تتدخل في حياتي الخاصة مرة أخرى. ديانا أنت سخيفة، واعدي لاعب كرة السلة ذاك وانسي أمري تماما. ديانا إنه يحبك حقا. أجل، يحبني كثيرا، إنه غبي جدا، لم أعد أحبه أبدا. حسنا، لن يعود إليك مجددا. متأكد أنك لست معي بسبب شهرتي؟ متأكد.